أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما قد سبق. لما قص عليه قصة موسى وأخي هارون مع فرعون وقصة موسى وأخيه مع بني إسرائيل، وتقدم هذا وعلمناه، قال له أي قال الله جل جلاله لرسوله ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك نقص عليك، كهذا القصص نقص عليك أنباء أي أخبار ما قد سبق. وقد قص عليه أخبار إبراهيم قبل موسى، أخبار يوسف ويعقوب قبل موسى، أخبار عاد وثمود، أخبار نوح وما قبله. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. والسر والحكمة فيما يقصه تعالى على رسوله أن يثبته في دعوته وأن يجد العزاء فيما سبق، فيصبر كما صبر من سبقه. هذا وشيء آخر ليدلل على أنه نبي الله ورسوله. لو لم يكن رسولا لله ونبيا له، من أين يأتي بهذه الأخبار وهذا القصص؟ هل أتى به أحد من أهل مكة أو من البلاد أو من العالم؟ من أين يأتي هذه الأخبار؟ إذن ما هو إلا رسول الله وهذا وحيه. فكل القصص في القرآن يقرر نبوة رسول الله ورسالته. لو لم يكن رسولا لله كيف يوحي إليه هذا العلم؟ اللهم صل عليه وسلم تسليما. هكذا يقول تعالى يخاطب مصطفاه ورسوله صلى الله عليه وسلم ويقول: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. بعد موسى وقبل موسى أخبار الذين مضوا، أولا تقرير لنبوته ورسالته، ثانيا لتسليته وحمله على الصبر والثبات لما يلاقي ويواجه من عناد وكفر وتكذيب. ثم قال له ممتنا عليه بنعمة أخرى وهي أيضا آية نبوته، علامة أنه رسول الله، وهي قوله تعالى: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. أعطيناك من عندنا ذكرا،
فلو لم تكن رسولا لنا كيف نعطيك القرآن؟ والمراد من الذكر هنا القرآن العظيم، صاد والقرآن ذي الذكر، القرآن ذكر. وإن أردت أن تعرف ما من أحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقرأ آية إلا ذكر الله تعالى والسامع ذكر، القرآن كله ذكر، تلاوته ذكر، الذي يتلو القرآن يقلل أو يكثر تلا وإلا ذكر الله عز وجل، ولهذا سمي بالذكر. ولقد آتيناك يا رسولنا أعطيناك ذكرا ليقرر نبوتك ويثبت رسالتك ولتذكرنا به وتعبدنا بما فيه. ولهذا يقول تعالى من أعرض عنه، من أعرض عن الذكر الذي هو القرآن. ما معنى أعرض؟ ما أقبل عليه مؤمنا مصدقا عاملا بما فيه، بل أعطاه ظهره وأعرض عنه فلم يؤمن به ولم يعرف ما جاء به ولم يعمل به، هذا المعرض. وهذه لا بد من وقف عندها. يوجد من المؤمنين ملايين كأنهم معرضون، أولا لا يقرؤونه ولا يجلس ويقول يا فلان يقرأ علي شيء من القرآن طول حياته، تمضي السنون ما يقول يقرأ علي أو يقرأ، أليس هذا بإعراض؟ ثانيا لا يعلمون ما في القرآن من أوامر ونواهي من أحكام وشرائع ولا يسألون، أليس هذا بإعراض؟ ثم إن صلوا وصاموا لا يفهمون أن هذه الصلاة أو هذا الصيام مما فرض الله على عباده في كتابه وأنزل به قرآنه. والإعراض العام هو أنه لا يؤمن بالقرآن، ويترتب على ذلك أنه لا يعمل به. من لم يصدق أن القرآن كلام الله أوحاه إلى رسوله يحمل الشرائع والهدى وبيان طريق السعادة، من لم يؤمن معرض، كيف يعمل به؟ فلنحذر أن نكون من هؤلاء المعرضين. أولا ينبغي أن نقرأ القرآن، ما نعيش سنين ما نقرأ القرآن، ما استطعنا نأتي بمن يقرأ لنا ونسمع منه، نحضر مجالسه حتى نسمع القرآن. أما أن لا نقرأ ولا نسمع ممن يقرأ كأننا معرضون، هذا هو الإعراض. ثانيا ينبغي أن نعمل بشرائع الله التي حواها القرآن، فنحرم ما حرم الله. وقد حرم الله الربا والزنا وقتل النفس والكذب والغش والخديعة والنميمة والغيبة وما إلى ذلك من محرمات بينها الله في الكتاب الكريم، وأن القرآن يحمل شرائع فرائض، الصلاة والصيام، بر الوالدين، الإحسان، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العبادات على اختلافها وتنوعها من النوافل، حتى نكون من أهل القرآن. وكما علمتم صرفونا عن القرآن وأبعدونا عنه ثم حولونا إلى الموتى نقرأ القرآن. عاشت أمة الإسلام قرونا ما يجتمع ثلاث أربع لان يسمعوا كلام الله أبدا، إلا إذا كان مات الميت يجمعون أهل القرآن ليقرأوا القرآن على الميت لينجو من عذاب الله ويدخل الجنة في نظرهم. ولو شاء الله
ما كانت هذه الإذاعات تتلو كتاب الله، ما كان المسلمون يسمعون كلام الله، لكن تدبير الله عز وجل هذه الإذاعات إذاعة القرآن وغيرها تفتتح كلامها بتلاوة كتاب الله، فكان الناس يسمعون. قبل هذه ما يسمعون، ما بلغنا أن أحدا يقول تعال أسمعني شيئا من القرآن. اللهم إلا ما عملت علمتموه. كان عندنا أحد الصالحين حضر دروس الشيخ الطيب خريج المسجد النبوي وسمع منه ما تسمعون، فكان إذا أتى القرية وأنا طفل يوما يقول تعال أسمعني شيئا من القرآن، فيجلس ويصغي وأنا أقرأ عليه. سمع هذا من الشيخ الطيب، هذا فقط. أما من عداه لا يسمعون القرآن إلا ليلة الموت. نعوذ بالله أن نكون من المعرضين عن ذكر الله. ذكر الله ما تفتر ألسنتنا به أبدا، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم صل على محمد وآله وسلم. دائما ألسنتنا مشغولة بذكر الله، هذا من جهة، وذكر الله الذي هو القرآن وبه يذكر الله عز وجل، نجتمع عليه نسمعه في الإذاعة في الشريط حتى نسمع، ما نصبح معرضين، ما نسمع أبدا ولا نقول به. واسمع الوعيد الشديد، من أعرض عنه أي عن القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا، أي ذنوبا وآثام لا تطاق قطعا. الذي ما آمن صلى وصام اجتنب المحرمات وابتعد عنها فعل الخيرات والطاعات وسابق فيها، الجواب لا لا أبدا، لأنه كالميت ما آمن. فمن أعرض عنه، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. ما يوم القيامة يرحمكم الله؟ اليوم الذي نقوم فيه من قبورنا، سوف نموت ولا والله لنموتن، وسوف نخرج من قبورنا أحياء بنفخة إسرافيل. ذاك اليوم يسمى ماذا؟ يوم القيامة، يوم القيامة. هؤلاء المذنبون المرتكبون لكبائر الذنوب ومن أعظمها الشرك والكفر والعياذ بالله، يوم القيامة يحملون ماذا؟ وزرا. وإذا حملوا الذنوب على ظهورهم مصيرهم إلى الجنة، يعني إلى جهنم، ذنوبهم كافية على أن مصيرهم هو مصير جهنم. يحمل يوم القيامة وزرا. ثم قال تعالى خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. خالدين في تلك الذنوب يحملونها في جهنم، تلك الأوزار ما تسقط عنهم، ما تنزع من ظهورهم، إلى جهنم تبقى دائما في أعناقهم. وساء لهم يوم القيامة حملا، أي حمل أقبح من هذا يوم القيامة؟ مفضوح الأوزار الكفر والشرك والمعاصي كله على ظهره وهو بين الناس يحملها كالقناطر، فضيحة ما عند فضيحة. فلهذا يجب أن نسأل الله التوبة الصادقة النصوح حتى لا نموت ونحن نحمل أوزارا وذنوبا، تمحى لنا قبل موتنا بالاستغفار والتوبة والندم. خالدين فيه في ذلك الوزر وساء أي قبحا لهم يوم القيامة ذاك الوزر حملا يحملونه، بئس الحمل هذا. ثم قال تعالى يوم ينفخ في الصور. النفخات في الصور تكررت في القرآن
وإليكموها تذكيرا للناسين وتعليما لغير العالمين. أولا الصور البوق، لكن ليس بوق بني آدم، هذا بوق يخلقه الله وأوجده الله. والآن إسرافيل فمه على البوق ما يلتفت، حيث لا يدري متى يوم بأن ينفخ، فمه هكذا ينتظر أمر الله. لو قال انفخ وجده مع البوق تأخر بلحظة، ولا يتأخر أمر الله بلحظة، يتم كما وعد. ينفخ النفخة الأولى تسمى نفخة الفناء، والفناء الموت والهلاك. هذه النفخة أولى النفخات تسمى نفخة الفناء أي الموت والهلاك. البشرية لا ندري وضعها يومئذ، هبطت، إذ لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، لا يبقى فيهم من يقول الله. فينفخ إسرافيل النفخة الأولى فيهلك كل من على الأرض، وتتفتت الأرض وتتبخر نهائيا، لا الجبال تبقى ولا التلال ولا ولا، نفخة الفناء. ثم النفخة الثانية نفخة الحشر، لما تفنى الخليقة كلها وتتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تذكرون أن عجب الذنب عظيم صغير عند آخر فقرة من فقرات الظهر، يقال له عجب الذنب. الذنب مؤخر الحيوان، ما هو الذنب بمعنى الإثم، عجب الذنب. هذا العظيم لا يرى إلا بمجهر أو مكبر رؤيا. لما يفنى الإنسان في قبره وتتحلل ذاته ولم يبقى عظم ولا ولا بمرور القرون والسنين، ذاك العظيم ما يفنى، يبقى في الأرض. فلما تتحول الأرض وتصبح كالصحيفة البيضاء كقرصة العيش، حينئذ ننبت من تلك العظام الصغيرة، ننبت كما ينبت البقل، الخردل أو البصل. بذرة الخردل معروفة ولا لا؟ قليلة جدا يعني لا ترى، ويصبح الخردل فيه ذراها أو أكثر. ننبت كما ينبت البقل، وبذرتنا ما هي؟ عجب الذنب، عجب الذنب، عجب الذنب هكذا. فلما ننبت في تلك الأرض الجديدة الطيبة الطاهرة التي ما عصي عليها الرحمن، 40 أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رواة كأبي هريرة والحديث في الصحيح ما ندي 40 يوما أو 40 سنة، فيترك الأمر هكذا لله، نمكث في الأرض 40. فيكتمل خلقنا، تكتمل ذواتنا في الأرض. ثم لما تكتمل الذوات ينفخ إسرافيل نفخة البعث، فالروح لما ينفخها كل روح تنزل على صاحبها ولا تخطئ. الأرواح موجودة الآن مجموعة، تجتمع كلها وينفخها إسرافيل نفخة البعث، فكل روح تدخل في جسدها الذي تم خلقه واكتمل وجوده في تلك الأربعين، ومن ثم نقوم لله رب العالمين. هذه نفخة البعث. نحن كذلك على صعيد واحد، الخليقة كلها
فينفخ إسرافيل نفخة الصعق فيصعق من في السماوات من في الأرض إلا من شاء الله، تسمى نفخة الصعق. وقرأوا قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويقرر هذه الحقيقة حديث البخاري وفي الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من يفيق. ما كان مات، الإفاقة تكون بإغماء أو سكر، أول من يفيق من الصعقة. فإذا بأخي موسى آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم لم يصعق، بأن جزاه الله بصعقة الطور في الدنيا جعله ما يصعق في الآخرة. فأكون أول من يفيق، وإذا بأخي موسى قائم آخذ بقائمة العرش، فلا أدري أصعق وقام قبلي وأفاق قبلي أو لم يصعق. لماذا؟ لأن الله جزى بصعقة الطور. صعق في الطور موسى ولا لا؟ لما ذهب وتجلى له رب في جبل الطور صعق، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. هذه نفخة ماذا؟ الصعق. ثم وهم صاعقون ينفخ إسرافيل نفخة ماذا؟ القيام لله رب العالمين. ونفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون، وأشرقت الأرض بنور ربها، ووضع الكتاب، وجيء بالنبيين والشهداء، وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. والشهداء هنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة من مزاياها وفضائلها أن الله يستشهد على الأمم السابقة فتشهد، لأنه جعل أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الآية: كم نفخة في الصور؟ 4 نفخات. وكثير من أهل العلم يقولون 3، والصواب أنها 4: نفخة الفناء، نفخة البعث، نفخة الصعق، نفخة القيام من الصعق لله رب العالمين للحساب والجزاء، إما بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم. قوله تعالى: يوم ينفخ، اذكر يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. الزرق جمع أزرق، أزرق وزرق، والعرب كانوا يكرهون زرق العينين، ما يطيقون الإنسان إذا عيناه زرقوان. تباتم. فأهل النار يوم القيامة يبعثون سود الوجوه زرق العيون، علامة أنهم أهل جهنم، هذا في عرصات القيامة. ونحشر المجرمين، من هم المجرمون؟ اليهود، النصارى، العرب، من؟ يجب أن نسأل من هم المجرمون يرحمكم الله. المجرم الذي أجرم على نفسه فخبثها، عفنها، أنتنها بالشرك والمعاصي. أجرم على من؟ على أمه ذبحها؟ لا. أجرم على ماذا؟ على بستان يحرقه؟ لا. أجرم على نفسه، خبث وعفنا بأوضاع الذنوب والآثام، إذ هو أبى أن يؤمن وأبى أن يعمل الصالحات وعمل المفسدات الملطخات، فأجرم على نفسه فسمي بالمجرم.
الآن لما تمشي للسجن تسأل المجرمين هذا قتل وهذا فجر وهذا كذب، هذا الإجرام. لكن المراد من المجرمين هنا الذين أجرموا على أنفسهم بالكفر والشرك والمعاصي، فما طابت ولا طهرت ولا زكت ولا استنارت، إذن فأهلها هم أهل جهنم. واسمع الآية الكريمة: ونحشر المجرمين المتوغلين في الإجرام، نحشرهم زرقا أي زرق العيون وسود الوجوه، بين أهل الموقف معروفون. ثم قال تعالى: يتخافتون بينهم، يتسارعون كلام السر، كأنك حاضر معهم وهم واقفون في عرصات القيامة، يتكلم بعضهم مع بعض بالسرية بالتخافت بالصوت الخافت المنخفض، ماذا يقولون؟ إن لبثتم إلا عشرة، ما لبثتم أبدا في القبور ولا في الدنيا إلا عشرة ليالي، وهؤلاء ما أصابوا. تبان نحن تعالى يقول نحن أعلم بما يقولون، الوقت الذي يقول أمثلهم طريقا إن لبثتم إلا يوما، فين عشرة؟ فانظر آلاف السنين، عشرات الآلاف، مئات الآلاف، كلها تعد يوم واحد لما يشاهدون ذلك الهول وذلك العذاب. وإن قضوا مئات الآلاف من السنين تبات، لما يشاهدون هذا العذاب بأعينهم وقد حل بهم، حينئذ يظنون ما ماتوا وما عاشوا في الدنيا إلا يوم واحد. واسمعوا قول الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، ماذا؟ إن لبثتم إلا عشرا. قال تعالى: نحن أعلم بما يقولون فيما بينهم، إذ يقول أمثلهم أعدلهم وأصوبهم طريقا، إن لبثتم إلا يوما. وهذا مشاهد في الدنيا، نحن الآن في أمن ورخاء، لا قدر الله لو تحدث حادثة نجوع فيها أو نعطش أو نخاف، كأننا وجدنا في ذلك اليوم فقط، ننسى هذه الأيام بكاملها، كأننا ما وجدنا، ننسى ذاك النعيم وذاك الخير كله، ما نعرف إلا الجوع الذي نحن فيه أو الخوف الذي أصابنا. وصدق الله العظيم. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب بعد نهاية الحديث بين موسى وهارون وبين موسى وبني إسرائيل. نعم، بعد نهاية الحديث بين موسى وفرعون وبين موسى وبني إسرائيل، هذا درسناه وعرفناه يقينا. قال تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: كذلك نقص عليك، أي كما قصصنا عليك ما قصصنا من نبأ موسى وفرعون وخبر موسى وبني إسرائيل، نقص عليك ماذا؟ قال: من أنباء ما قد سبق، من أخبار عظيمة لما قد سبقوا، أي أحداث الأمم السابقة، ليكون ذلك آية نبوتك، أي علامة نبوتك ووحينا إليك وأنك عبدنا ورسولنا، ويكون عبرة وذكرى للمؤمنين. لما نسمع قصة هارون موسى إسماعيل يوسف كذا، ما نجد العظة والعبرة؟ موعظة للمتقين. قال وقوله تعالى: وقد آتيناك من لدنا، من عندنا ذكرا، أي وقد أعطيناك تفضلا منا ذكرا، وهو القرآن العظيم، يذكر به العبد ربه ويهتدي به إلى سبيل النجاة والسعادة. القرآن منة الله على رسوله وعلى هذه الأمة.
وقوله من أعرض عنه، أعرض عن أي شيء؟ أي عن القرآن، فلم يؤمن به ولم يعمل بما فيه. وقد بينا الإعراض كيف يكون الإدبار، ويعيش 40 سنة ما يقرأ آية ولا يسمعها ولا يدن يقرأها ويسمعها، فضلا عن عدم الإيمان. فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما عظيما. لماذا؟ لأنه لم يعمل صالحا، وكل عمله كان سيئا لكفره وعدم إيمانه. خالدين فيه أي في ذلك الوزر في النار، خالدين فيه أي في ذلك الوزر في النار. وقوله وساء لهم يوم القيامة حملا أي قبح ذلك الحمل حملا الذي يحملونه يوم القيامة، إذ صاحبه لا ينجو من العذاب بل يطرح معه في جهنم يخلد فيها أبدا. وقوله تعالى يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين أي المكذبين بالدين الحق العاملين بالشرك والمعاصي، يومئذ أي يوم ينفخ في الصور النفخة الثانية زرقا أي العيون مع السوداد الوجوه. وقوله تعالى يتخافتون بينهم أي يتهامسون بينهم، يسأل بعضهم بعضا كم لبثتم في الدنيا وفي القبور، فيقول البعض إن لبثتم إلا 10، أي ما لبثتم إلا 10 ليالي. وقوله تعالى نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقا أي أعدلهم رأيا إن لبثتم إلا يوما. وهذا التثاقل للمؤمن الطويل، وهذا التقال، وهذا التقال أي من القلة، هذا التقال للزمن الطويل آلاف السنين، هذا التقال للزمن الطويل سببه ماذا؟ هو القيامة وعظم ما يشاهدون فيها. مرة ثانية، وهذا التقال لأنهم تقالوا قالوا 10 وقالوا يوم، هذا التقال للزمن الطويل سببه هول القيامة، سبب هول القيامة وعظم ما يشاهدون فيها من ألوان الفزع وصنوف العذاب. اللهم نجنا من عذاب الدار الآخرة، اللهم نجنا من عذاب الدار الآخرة. هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، يقص تعالى عليه أنباء ما قد سبق بعد قصه عليه أنباء موسى وفرعون بالحق وإيتائه القرآن الكريم. أول هداية الآيات تقرير نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وأنه نبي حق ورسول صدق، والدليل هذا القصص الذي قصه عليه ربه، هذه الأخبار العجب كيف تأتي من غير نبي ولا رسول؟ والله لو تأمل إنسان وفهم هذا المعنى ما كذب رسول الله ولا كفر به. كيف نكذب الرسول وهو رسول حق وصدق؟ وعلامات ذلك وأدلة وبراهينه هذا القرآن الكريم، هذا القصص الذي يقص عليه. نعم. ثانيا كون القرآن ذكرا للذاكرين لما يحمل من الحجج والدلائل والبراهين. القرآن كونه ذكر سماه الله ذكر لأنه يحمل الحجج والبراهين للناس، فبذلك يذكرون الحق ويعرفونه ويطلبونه. نعم. ثالثا سوء حال المجرمين يوم القيامة الذين أعرضوا عن القرآن الكريم. نعم، بيان سوء حال المجرمين. عرفتم المجرمين ولا لا؟ ما هم بيض ولا سود ولا عرب ولا عجم،
الذين ما زكوا أنفسهم ولا طيبوها ما طهروها بالإيمان وصالح الأعمال، بل لبثوا وخبثوا بالشرك والكفر والذنوب والآثام. رابعا وأخيرا، عظم أهوال يوم القيامة حتى يتقال معها المرء مدة الحياة الدنيا التي هي آلاف الأعوام. نعم، عظم هول يوم القيامة، ذاك الهول يصبح الدنيا في بكل ما فيها من عشرات مئات الآلاف كأنها يوم واحد. وقد بينت لكم الإنسان في خير وعافية لما يبتلى ينسى الماضي بكامله،